تسيب ورده، اوعى تضيع وقتك. وان ما قدرتش قول له اعني، وان ما قدرتش امسك في الصالحين وانزحوك اتمسك فيهم، اتمسح فيهم، يقفلوا الباب ويقولوا لك انت مش مننا، اقعد على الباب. فمن لازم الاعتاب لابد يوما يفتح له الباب. اوعى يا ابني تسيب وردك، اوعى تسيب سبحتك، هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الاعمال طاعة واشتروا خير البضاعة زورة الادي محمد. الدنيا قصيرة المدى، هي الدنيا تقول بمن فيها حذاري، حذاري من بطشي وفتك، فقولي مضحك والفعل مبكي. تعلق في عمك، مش قادر الزق فيه، امسك في جلبيته وادخلني في عبادك الصالح برحمتك. يا ريت الدخول، يا ما كانش حد غلو، ده الدخول اليهم كالدخول الى الجنة. عايز رحمة من ربنا، ليه؟ لانه محدش هيصبر، مكتوب على باب الحضرة انك لن تستطيع معي صبرا. يا اخوانا استمسكوا بالاوراد، مريد بلا ورد كالقرد، استمسكوا بالعهود، احفظ عهدك، احفظ عهدك مع الله، واحفظ عهدك مع النبي، واحفظ عهدك مع شيخك ومع نفسك، لأن الدنيا قصيرة المدى. لما عمك يديك سبحة، يديك ورد، يديك وظيفة، ما تستقلهاش. لأن واحد عايز ورد يا عم، قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، عدد كمال الله وكمال يخلق وكمال يروح لك، اداني كلمتين مسكتين. يا عم مش بالحروف يا سيدي، بالاسرار. مش قال لك روح؟ هتروح، ما هو اللي عطاه لك روح بيها تروح، لان عطاك في من عطاك. واشرب ما شئت فلن يرويك الا كاسك، واسمع لمن شئت لن يطرب اذانك الا شيخك. دي اسرار ربنا مودعها في عباده يا ناس.